راحة والنفس منشرحة بالصوت والصورة في محتوى فرحة متعة مع فرحة والنفس منشرحة بالصوت والصورة. رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع يا قاضي الحاجات يا من السراير مطلع يا قاضي الحاجات يا من السراير مطلع هي هي الله لطيف الله رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع يا قاضي الحاجات يا من السراير مطلع يا قاضي الحاجات يا من السراير مطلع الله لطيف الله رحمن الدنيا كفى وعش راضي مقتنع أقول للدنيا كفى وعش راضي مقتنع واحسب حساب الله الله حبل الرجاء لا تنقطع واحسب حساب الله يا حبل الرجاء لا تنقطع هي هي الله لطيف الله رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع هي رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع هي يا قاضي الحاجات يا من السراير مطلع يا قاضي الحاجات يا من السراير مطلع هي هي الله لطيف الله. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حياكم الله ويا مرحبا فيكم في برنامجكم الدلة. برنامج الدلة والتنوع اليوم والفلة بمشيئة الله تعالى في حلقة اليوم معانا الشباب ما شاء الله، احنا نبغى نبدأ على طول لأنه ما شاء الله معانا مجموعة من المنشدين وكذلك أحدهم شاعر، يعني منشد وشاعر ما شاء الله، ومن وصل قمة فريست. إذن إنه في برد والجو الله العالم به إنه بعيدين قريبين من منطقة الرياض والجو لافحنا قوة، لكن لما حضر ضيفنا القدير والحبيب والبطل اللي هو أخونا وحبيبنا فاروق الزومان، مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. هلا والله وغلا فيك، الله يعطيكم العافية. فاروق هو أول مسلم سعودي صعد على قمة أفرست وجلس تقريبا قرابة هالرحلة شهرين ونص في عز البرد وعز الثلج ورفع راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ورفع الأذان ورفع المصحف بيض الله وجهه صلى هناك أبو سعد وبيض الله وجهه ما شاء الله سجد على السريع يا شيخ نعم والله زين على الصلاة يبدو البرد من قوة فإن استحينا الحين أن نقول أن برد علينا وما شاء الله عاشم في ثلج. كيف التجربة معك؟ الله يعطيكم العافية. أول شيء يا أخي ما شاء الله على الأصوات الندية والشباب شيلتهم شيلة شجية، معنا شاعر وأصوات نبي نتعرف عليهم، بس أنا نبي تسلينا شوي على الجو. الجو مو بارد، الجو زين، الجو زين والله، مو هو براد، عندنا ضوية في ذاك وعندنا ذيب من وراء هالضو ما شاء الله عليه مشعلنا أبو طارق مجاوينا من هالزنجبيل وحلو مغاننا. التجربة كانت رائعة جدا، طالعين مر عليها ما يقارب تقريبا 6 سنوات ما شاء الله والأيام تمشي سريع، وكان من أول اللقاءات اللي حصلت إعلاميا كانت أيضا في قناة المجد، يعني كانت قناة سباقة الحمد لله كالعادة يعني، وكانت يعني تجربة لا زلت إلى اليوم أخذ منها مفاتيح النجاح ودرب كثير من الشباب جميل. السعودي وحتى خارج السعودية جميل. يعني على كيف الواحد ممكن أن يوصل للقمة. جميل. إذن أبو سعد هو ليس فقط يعني بطل وما شاء الله، بنسمع من تجربته وبنشوف الناس اللي هم وياهم في الطريق، رفيقه وفي الدرب سبحان الله توفى، والثالث نفس الشيء والرابع والخامس، وشاف شغلات يعني مو سهلة طبعا. أنا نقول أول سعودي وصل للقمة، لكن في ناس وصلت ما قدرت تكمل سبحان الله. هو مدرب
معتمد، وكذلك له جهود جليلة وفاضلة للأخوة الأشقاء في سوريا، وصل إلى لبنان، موضوعات جميلة جدا جدا بنشوف تجربته. كذلك نرحب بأخونا وحبيبنا الشاعر والمنشد معاذ العيد، مساك الله بخير معاذ. الله يمسك برضا والعافية، حياكم الله. كيف حالك طال عمرك؟ الله يرضى عليك، الحمد لله بخير لك. ملمن لنا شيلات فيها شبة وفيها بإذن الله تعالى، أبرك الساعات والله أن يكون بينكم والله. الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. كذلك أحد المنشدين المتميزين والأصوات الندية سلمان جبو سلمان ما شاء الله. انا غلط في بداية الاسم، قلت سليمان فليا شد. لا اخوي، انا اخوي سليمان، انا ودي اطلع بدالي. الله يبارك فيك. كيف وين عملك فيه طال عمرك؟ اولا انا طالب جامعة الامام بالرياض، لكني من اهل القصيم. ما شاء الله. ايه هنا ان شاء الله مؤقت بالرياض لين تخرج والله يسهل ان شاء الله. متى بديت بالنشيد والشعر؟ والله نشيد طبعا غالبا تكون بدايات عن طريق المدرسة. طيب غالبا والحمد لله يعني ان شاء الله مع الايام الحمد لله. في مجموعه من القصايد اللي عرفت عنك، الوالده قصيدتها في الوالده، وكذلك في المولوده، وشغلات جميله بنسمعها ان شاء الله اثناء البرنامج مما شئت الله تعالى. كذلك ضفتي ما شاء الله الضفه اللي انا اسميها الغربيه ولا الشرقيه؟ الغربيه. المهم حاول يصفق وسط نتعرف عليهم عشان ناخذ نشيد نتحمس اكثر واكثر. معانا من القصيم جهاد الشبعان اللي بدا حلقتنا اليوم. يا هلا، حياك الله. هلا، الله يحييك. وقريب ما شاء الله من النار. اي والله قريب. تدفى يعني. ابدا الوضع تمام. ومن القصيم نروح للجوف. ما شاء الله. والهواء شمالي. لعبد المجيد الفالح، حياك الله ابو ريماس. يا هلا وغلا، والله محييكم جميع وابرك الساعات اني اتواجد بينكم. اشكركم انتم. اشكر معد البرنامج واشكر قناة المد على الاستضافة، واتمنى ان يكون ضيف خفيف الظل عليكم. البراد عندكم اقوى هناك بالشمال. والله البراد قوي، انتم اشوفكم بالخير يعني. مرخرعين من البرد يعني. حياك الله. وكذلك نروح للأفلاج اسماعيل الكزم، حياك. يا مرحبا، حياك الله يحفظك حبيبي. حيا الله أبو سليمان. إيه نعم، حياك. نعم. مرحبا. يا مرحبا الله. اليوم العبرة أو حاجة كذا ولا مو؟ الله يستر. ها الله يستر. بتبكينا أنت. لا والله والله ما ودي. وزع أبو سليمان يقول لي بيعطيني واحدة العبرة وبيبكينا وبعدين بضحك له. نقول إن شاء الله. إن شاء الله. يا مرحبا، حياك الله. في شاهي، في زنجبيل، زهزات كلها عبد الرحمن. أبو طارق دائما معودنا الجبن خبز عراقي. هو ابو طارق ما شاء الله من رفحه ولا لا يا شيخ؟ نعم حبيبي. ما يحتاج. الله يجزاك. الخبز العراقي الشباب ودهم اليوم يشربون زنجبيل وياكلون خبز. بعد ما يجلسوا غير يعني انهم بدون عيبنا يعني جبن ولا شيء، هو الحال ياكل الحال. ابد. انت الحين تسخنه ولا تزينه ولا لا لا لا، هذا تسخينه عبد الرحمن. مع البرد. مع البرد خلاص. فالحين ان شاء الله جايكم باذن الله تعالى مع الحليب مع الزنجبيل باذن الله. طيب بدنا نتكلم عن البرد وما ادراك ما البرد، بنشوف التجربة باختصار شديد. طبعا أبو سعد جزاه الله خير قال أنا هالتجربة سبق أني قلت أكثر من مرة فما ودي أكرر. قلت لا، ترى الناس سبحان الله يعني حين التكرار يعني جميل، ويسمع في ناس سمعت وناس ما سمعت. عطنا كذا موجز سريع، كيف بديت وشلون قلت إلا أطلع هالقمة؟ وين مكان القمة؟ أنا أسمع أنها طبعا هي في الصين ونيبال ولا لا؟ صح صادق. هل الرحلة فعلا شهرين ونص؟ نعم، أخذت علينا تقريبا شهرين ونص، شهرين بس رقيت بالظل يا شيخ، ثم عاد أسبوع أو عشر أيام تقريبا نزول منه. طبعا هالجبل موجود على بين نيبال وبين الصين، هو في سلسلة جبال الهملايا، وهو أعلى جبل في العالم بارتفاع تقريبا 9 كيلو إلى 152 متر، يعني مثل برج المملكة الموجود عندنا في الرياض تقريبا 30 مرة. يا سنت. طبعا بالنسبة لي أنا شخصيا كنت متسلق جبال، وكانت عندي أيضا رياضات أخرى كنت مارسها بالإضافة إلى تسلق الجبال. نعم. متى بديت؟ هذا الكلام كان الله يحفظك قبل ما يقارب 12 سنة، يعني تقريبا ما يقارب 12 سنة. الجبال وين تصعدها فيه؟ كان أثناء فترة الدراسة لما كنت أدرس في أمريكا قبل، وتعرف يعني وإحنا صغار من يومنا صغار والضلوع جنبك والجبال حولك، فيعني الواحد من يوم يشوفه ويفكر دائما إنه يطلع فوق القمة. لا لا لا، خلك بالجدران أول. الجدران والجبال والثلاجات. بالمومة تهيب صعود الجبال يعيش دوما. عيش أبدا بين الحفار. صحيح صدقت والله صدقت. هل كان طموح معين إنك إلا تطلع؟ بالنسبة لي أنا تسلقت أحد الجبال اللي كانت موجودة في جزيرة هاواي. لما وصلت إلى قمة وشاهدت المنظر لم أملك في هاللحظة يا حبيب القلب عبد المجيد إلا أني أقول سبحان الله. سبحان. قررت قرار فعلا أني أريد أن أرى إبداع خلق الله عز وجل، لكن من أعلى مكان خلقه الجبار في هذه الكرة الأرضية، الله، وهو قمة إيفرست. أدركت أن هذا الطريق كان مليان عقبات ومعوقات وصعوبات وأنه ما راح يكون سهل. طيب هل ما أنا بصير معك سريع؟ أسمحوا لي شوي. أسرع مني. نعم.
هل فعلا شفت ناس ميتين في الطريق؟ اكيد هذا كان من ضمن العقبات النفسيه اللي كنت تشوف واحد ميت له 7 سنوات وواحد ميت لها 2 سنين وهم طبعا متجمدين بحكم ان المنطقه بارده ولا لا؟ على حسب المنطقه على حسب الجزء، هل هو يتعرض لاشعه الشمس ولا هو مخفي عن اشعه الشمس؟ اللي يتعرضون لاشعه الشمس اغلبهم ما يعني يتحول الى هيكل عظمي يكون موجود هناك. كان معك رفيد وعزيز عليك من سلطنه عمان ولا لا؟ كان معنا اخونا سلطان صدقت من عمان واللي الى قبل القمه تقريبا بساعه ونص بعد 2 شهر من التسلق توقف وجسده وتعب ومرض واصيب يعني بعض الاصابات في اصابعه واصابع رجليه، واعتقدنا انه ميت اكثر من تقريبا 12 ساعة وصارت قصة درامية يعني طويلة جدا موجودة في اليوتيوب للي يحب يعني يسمع القصة وتفاصيلها. سبق اني قدمتها في احد القنوات الاعلامية فالحمد لله يعني انت خليته ومشيت ورحت؟ لا قصة طويلة تفاصيلها كثيرة فما نبغى نطلع من الامور اللي انا خليته ورحت. لكن اللي يقول والله ما في خير هل اللي خلى خويه غير القناة بس راح القناة الثانية. شوفوا هذا التشويق في اليوتيوب فناخذ فاصل ونبدا منشدين ونرجع لك. بحياك بسم الله. برنامج الدلة وانا سوف له الحالة كلها يسعد معاذ العيد. انت بينك وبين منشد تشابه بالاسمين ولا لا؟ اي نعم. وش قصتكم؟ والله انا مؤكرم اخوي معاذ العيد الاخر. انت تعرفه من جماعتكم يعني؟ لا والله الرجال من حوض بني تميم وانا من حايل من الشمال. ما شاء الله. لكن يعني سبحان الله انا ما كنت اتصور في حياتي اني راح القى شخص بنفس الاسم ومنشد ايضا. ما شاء الله. يعني طلع حتى نفس الموهبة. لكن والله تشرفت فيه وتعرفت عليه عن طريق التويتر وعن طريق البرامج التواصل. وشخص جميل جدا يعني ما انا ما اجمل قصيده انشدتها وقريبه لقلبك خلنا نسمعها. طبعا في البدايه ما ودي اناشد اللي خاصه فينا في نشيد على خصوصا الاجواء الجميله هذه وشربه الضوء والجلسه الطيبه في نشيد رائع يعني للمنشد الغالي موسى العمير ابو علي امسي عليه بالخير واللي هي الربيع الجو دام الجو يعني ربيع ان شاء الله والامور طيبه. الربيع الجو شيء من الخيال الربيع الجو شيء من الخيال منظرا يسبي نواظرنا سبي منظرا يسبي نواظرنا سبي الورود الوان من تحت الجبال الورود الوان من تحت الجبال والعشب غنى وجاوبها الظبي والعشب غنى وجاوبها الظبي أخذ مع البيت حل وارتحال أخذ مع البيت حل وارتحال والنزال تلقاع شبت احطبي والنزال تلقاع شبت احطبي ما ودي اطول يا سلام هذه بس ما يصدق زعت الحين بروح للضفة الغربية هاي ضفتي يا جماعة الخير اوريكم الاصوات الحين تسمعون بروح لابو ريماس نتحدى حطنا اي حطنا جو شمالي كذا يلا يقولون حي الله السميع السميع عبد المجيد هو ما شاء الله لي الشرف والله الله يطول عمرك طول عمرك الله يرضى عليك. طبعا هذه القصيده سجلتها واغلب الجمهور مكيف عليها انا تحكي عن واقع لحنها يعني زي ما تقول زي جونا الحين شبت نار وقاعده والامور طيبه رائحه يعني معنا تميل للحزن شويه وفقد احباب لكن عاد انها ان شاء الله تنجح. مسمى قلت لي مسمى مسمى على شاطئ الحزن على شاطئ الحزن دقيت على قناب الله يبعد من الحزن اللهم امين. يلا عنكم جميعا الساده المشاهدين هنيئا للمنشدين والشعراء يلقون شيء يوصلون رسالتهم للناس حتى الرسامين الله يخلف علينا ان اللي بس على مقدمين وصل ان شاء الله بكم الخير والبركه الله يبارك فيك طول عمرك.
على شط الحزن دقيت الأطماع أنا والليل والدمع الهمالي على شط الحزن ودعت الأحزان وتاهت بي دروبي في خيالي يغيب الليل والهجوس ما مع الأفكار ما يرتاح بالي خذا مني زماني كل ما طاب خذا مني زماني كل الله 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 سليمان سلمان انت قلتها اخوي سلمان انت سلمان لك قصيده او في الوالده اي في الوالده والوالدين يعني اجرهم وفضلهم كبير الا فهل هي من هي كلماته متى طلعت هل هي موجودة في اليوتيوب هل هي في لا لسه ما طلعت كلمات الشاعر يسمى أبو خالد الدحاني نعم أنا بس نستاذنكم خذ راحتك الشيخ برداني شوي فعاد جبنا له بشيت بشيت هذا ما شاء الله مش ما شاء الله أنا جاي من حراج عقب ميت لا 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 خم لا لا عقب ميت بطلع ولا في مقبرة طبعا بحكم إني الآن بالرياض مستقر والوالدة طبعا بالقصيم نعم طبعا لا شك أن فقد الوالدة هو أصعب شيء يعني من غير شر طبعا الحمد لله ولكن يعني كلمات عن اشتياق وشيء زي كذا والحاجة إلى الوالدة اللي كتبها قلته؟ أبو خالد الدحاني ما شاء الله أي فالله يخلي لكم معاتهم إن شاء الله الحين والله يرحم اللي موتها يا لا 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 يما فداك روح يا بلسم المجروح وقت الرخاء والنوح يا فرحة أيامي يما هنا حيران يا واحة العطشان وانتي هنا الولهان يا غاية أحلامي يما فداك روح يا فرحة المجروح وقت الرخاء والنوح يا فرحة أيامي يما هنا حيران يا واحة العطشان انتي هنا الولهان يا غاية احلامي من نبعك الصافي من حضنك الدافي من كفك الوافي خففت يا لامي من نبعك الصافي من حضنك الدافي من كفك الوافي خففت يا لامي يما فداك روح يا بلسم المجروح ترخى والنوح يا فرحة أيامي ترخى والنوح يا فرحة أيامي طبعا معنا احنا في هذا نبغى حاجة في العبرة كذلك بعد كذا حنخرج ونغير المود مع المشرين كلهم صح هاي ابو سليمان بغيت العبرة في الاول ولا لا نبغى الاولى عشان خاص نقفل الحزن ندخل في الجو الفرايح في ختام الحلقة طيب لو نعطيكم رد دفيت ها
اي ما شاء الله من حظك. كان في بعد مشتن ثاني يجون يدفون بعيد ولا في كندل عندي في السياره ما ينفع الناس لا عادي احتاج كندل اجيب كندل والله لا تجيك لوحه ما شاء الله على الوضع عجل والله لا شفت السياره يا فيها كلش ها صريحه طيب طبعا العبرة هذا من كلمات الشاعر الدكتور ياسر الصيعري ما شاء الله طبعا لسه نزل تقريبا قبل اسبوع في اليوتيوب يعني طبعا هاي دويتو هذه بينك وبينك نعم دويتو كان بيني وبين المنشد سلوم السلوم ما شاء الله والحمد لله مبدئيا نشوف فيه يعني شغل عدل يعني شوف فأسأل الله ان يستمر على كذا فطبعا دويتو فاختار لي بس جزء بسيط طبعا هو انا قاعد اشتكي من دنيا ومن هموم وكذا وهو يرد علي طبعا لا تعذر عن غيابك والقدر لازم يصيب والحوادث مستديمة والخلايق في سفر لكن اللي صار فيني من هموم الوقت غير كل ما حاولت أقوله قام دمعي يختصر كل غصن في حياتي كان يسكن فيه طير حاصره وقت الجفاف وكسر غصان الشجار حاصر وقت الجفاف كسر غصان الشجار ما شاء الله يعطيك العافيه انا بس ابو سليمان شباب نسيت تخيل الليالي ممتاز ما خلصت القمه يا ابو صار في جبل مثلث انجبنا يا ابو من الخبز العراقي والله وش ابو طارق مع الشاي فقط والله قبل راح يسوي لك العافيه والله وش سويت دغري الاصفر مع الشاي فقط ترى الشيخ مر بس كل شيء لو يعني بس لازم تمر هنا ها يا شباب ابو سليمان انا بس ابو سليمان نشيد تخيل ان الليالي له اثر عليك اول ما نزل النشيد وخصوصا طبعا انا بقصد انه له اثر عليك انك كانك بطلت تنزل بعد انا شيله وقعدت لا تقريبا طبعا انا قاعد اقدم شيء للجمهور صراحه حلو وطبيعي ان الواحد ان مسألة اني انزل عمله وابغى ارضي العالم صح. كله هذه مستحيل يا سلام الان كويس خبز عراقي ترى يا سلام مسألة اني ارضي الشارع كله هذا شيء مستحيل صح. ممتاز رضا الناس غايه لا تدرى يا سلام بس اني نزلت العمل هذا وطبيعي انا منزله محترمهم يعني لازم احترمهم انا قاعد اقدم لهم شيء ابيهم يسمعون لي وكذا فرأيت ان في كانه في المؤثرات شوي زودنا عليها في المؤثرات وصار في بعض الكلام على المؤثرات هذه وطبيعي يعني انا اقولها من الان من المنبر هذا يعلم الله ما في اي موسيقى ممتاز ما في اي موسيقى الا انها مؤثرات زادت شوي وحلو الواحد دارك اي خطا محرز دارك اي خطا اذا كان يعني حسن في خطا ويسمع النقد البناء اتخذت اجراء انت بعد هذا الانتقاد اللي صار اكيد لابد انه يعني انا ما شفت احد انتقدني ما شفت احد انتقدني في الكلمات ولا في الصوت ولا في اللحن النقد كان كله على المؤثرات هذه وهذه ميزه عبد الرحمن اقولها صراحه والشباب ما يهنون فعندنا في قناه المجد الجمهور ناقد صح دائما يحب طبعا يرى الصوره حسنه ويسمع حسنا وعن كل في كل شيء ويبعد عن المحرمات قدر الامكان حتى في اناشيدنا حتى كان فيها مثلا فيها اضافه وكذا وان كانت بعيده عن المعازف لكن لا هو ينتقد ويريد الشيء صافي بعيد عن الشبهات وفي نفس الوقت على المنشدين والشعراء والبابي يعني يتحملون الناس يعني احيانا قد الناس او بعض الجمهور مو بكلهم يصير يعني زايدا العيار عنده شوي هذا يقول يعني اصبروا عليهم تحملوهم خلينا نرجع ل الأستاذ فاروق الزمان لو قلت لك سعد. أبو سعد خمسة أشياء استفدتها من أفرست عشان بنتكلم على موضوع الإغاثة وسوريا لو قلت لك مثلا خمسة يعني دروس أو أشياء أثرت فيك أو ودك توصلها للناس كثيرة والله لكن أبدأها بأن أي هدف في الحياة ما يكون شريكك الله عز وجل فيه راح تتعب صح راح تتعب كثير
هذا شيء. الشيء الثاني المنجزات في الحياة هي أعظم المحفزات. يا سلام. فاللي جالس ويقول يا أخي أنا ما عندي تحفيز ذاتي، اكتشفت أنه فعلا لما أنت تنجز ولو إنجاز صغير، هذا الإنجاز الصغير هو يكون أعظم المحفز للإنجاز الأكبر اللي بيجي بعده، ثم الأكبر اللي بعده، وعلى هذا على هذا المنوال. الشيء الرابع أيضا اكتشفت بأن الدنيا فانية، واللي يقول يا رجال وسع صدرك الدنيا فانية زين، هو لا يدرك حقيقة أن الدنيا فانية، بس بدون بصمة ما تسوى. فلا بد أن الإنسان يقدم أي شيء. واكتشفت أن فعلا الصبر هو مفتاح، مفتاح لكل شيء في الحياة، مفتاح الإنجازات، مفتاح النجاح، مفتاح الوصول لكل شيء. الشيء الخامس أيضا اللي اكتشفته أن الإنسان اللي ما يستفيد أو ما يستشعر ويطبق حديث القدسي اللي يقول الله عز وجل فيه أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، فهذا الإنسان حقيقة يعني يعيش في يعني تتلطخ أمواج المآسي والبلاوي اللي تحدث له في الحياة، ويكون صعب جدا يعني يحقق أي هدف في هالدنيا. بيض الله وجهك. شركة اتصالات مشهورة معروفة للأسف الشديد أخطأت في حق أخونا وحبيبنا والبطلنا الأستاذ فاروق الزمان، فخذت تجربته وهو يصعد على الجبل، وجابوا حتى شخص يعني قريب من شكله وذو معه المصحف. يعني ما ودي اني اطول فيها اكثر، واعرف انك انت ما ودك تدخل في الهدك الموجود، لكن يعني انت خلنا نقول مثلا اوجع قلبك من ناس يعني كنت ترجو انك يوقفون معك، او وش تقول في هالقصة اللي صارت لك؟ مدام انك انت قلت قبل شوي لابد من صبر، لابد من تعب، لابد من وجهدك وبذلك وعطائك. انا بدون مبالغة يعني شفته في احد الشاشات واتكلم على كاني واحد من الناس، فشفته قلت هذا فاروق الزمان نفسه يطلع على قمة افرست ثم يرفع العلم ثم فسألت قلت ما شاء الله على البركة كم خليت من فلوس كم اعزمنا يا اخوي زينا شيء، قال ابدا والله لا، موضوع طويل ما ودي اتكلم فيه، خلنا ناخذ بس انه جزء بسيط. هل الواحد يتحمل يصبر يدور على حقه؟ والله بالنسبة لهالموضوع يعني مهم متعلق فيني انا شخصيا، يعني انا معي شركاء في مشروع الاستثمار يعني في قصة إيفرست. يعني كان عندي شركة الطارق الإعلام كانت احد الشركاء، كان عندنا يعني ايضا كودو كانت احد الرعاة، فيعني هذا الانجاز يعني كان يعتبر انجاز مشتركين فيه اكثر من جهة يعني، وكان تم التواصل بيني وبين احد الشركات الاتصالات الموجودة عندنا في السعودية بحيث توظيف هذا الانجاز في اعلان تجاري. كانت الفكرة عندك من قبل؟ لا كانت عندي، بس هم ايضا تواصلوا معي رغبتهم في استثمار هذا الانجاز، فصارت بيننا محادثات طويلة، في النهاية يعني ما اتفقنا، ويعني قاموا من خلف الخيمة وسووا الاعلان، ولا زالت هذه القضية الآن يعني متوقفة للأسف الشديد وزارة الإعلام ما يقارب يعني 5 سنوات لحد الآن يعني ما بست فيها، فلازلنا يعني نطامر وراه والمحامي ما يقصر. إذا اللي طلعت على قمة إيفرست ولا إن شاء الله يقول ما ضاع حق وراه مطالب. أي والله. بنتكلم عن سوريا وعن مجموعة من الرياضيين ومجموعة من الإعلاميين ومجموعة من اللي عاملين في القطاع يعني في المجال الفني، ومنهم أخونا وحبيبنا فاروق. أنا كل ما دقيت عليه ولا بيه في موضوع معين قال أنا راح لسوريا، راح لبنان، راح جهد جميل بناخذه بس بعد ما نسمع من الشباب. معاذ ولا دوري ولا دورك؟ عندك معاذ. طيب تفضل معاذ نسمع شيء ثاني. طيب أبشر. ترى والله ما ذا البرد. نسيت. مو بنسيت، لا المشكلة تطلع نفضة مع نشاز مع ذا، بس عاد اكثر ما واجهت انا دفيان هنا ابو عبد الرحمن ما شاء الله ساكن ينشي بيجي عندك. والله انا ارى انه ممكن يدفع، ترى ممكن ابو مبدعنا واخونا وحبيبنا الاستاذ عبد الله النجاشي يقول ابد ياخذ راحته ابد ولا ابو ابراهيم اذا ما سوي فيديو كليب عادي ابو ابراهيم بس بفلوس. لا خلاص هو هو. طيب تفضل. طيب هذا موال عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا،
ولقد دعاك لقربه وحباك لك معجزات أعجزت كل الورى وفضائل جلت فليس تحاكى قد فقت يا طه جميع الأنبياء ومن سبحان الذي سواك صلى عليك الله مشتاق إلى لقياك وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين والتابعين وكل من والاه روح لجهاد جهاد سمعناك في البداية ما سمعناه ما سمع مرة ثانية يلا الآن طبعا الوقت يداهمنا فهم بناخذ نشيد نشيد من كل يلا ابدأ بسم الله طبعا الجو حزين الجو ليه مو حزين الجو ممتاز بس بروح ايه بدايات النشيد كلها يعني ترى الحزن مو شيء عند عداء مرة مرة بس التنويع زين صح يا معشر العشاق بالله صبروا إذا حل عشقهم بالفتى كيف يصنعوا يداري هواه ثم يكتم سره يصبر في كل الأمور ويقنع كيف يداري والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم قلبه يتقطع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يبدو منشدين ما شاء الله فيهم متنوعين ما بين الهادي وبين لك شيء في طلع لك في الاعلام الجديد او شيء كنشيد يعني طبعا كلهم يعني خطه مستقبليه يعني في ان شاء الله يعني كذا نشيده حضر لها في نشيد تسطر كلماتها ف جميل كظهور اعلامي هذا اول برنامج تظهر فيه صح؟ اي طبعا اظهر يعني بعض الاشياء لكن مش ظهور يعني كمقابله او كجلسه مثل كذا ما شاء الله نرجع لسلمان نسمع شيء يا سلمان اي مره حماسيه حماسيه على ابو طارق اي هذا النبي احنا بلعب بالبازل الدلال الدلال اول يلا بسم الله كلكم اي لا الحين انا ان شاء الله سلمان ترى برد عليك بابو شيماس يلا تسمع بعد من الفارق بسم الله عطنا طيب وش قصه هذه القصيده هذه انا بنيت اختي الله يصلحها ايه رنوس بنت صغير تو جاي واحب من بد بنات خواتي الله ان شاء الله اخفف الطين يعني اخفف الطين نقول بس يعني اخفف الدم يعني اخفف الدم ان شاء الله ايه لا يزعلون الباقي بس عليك لا 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 يتغارون احيانا قال لهم اناشيد لهم اناشيد حلو ممتاز يلا بسم الله نبدا طبعا لازم تشيلون معي عشان ابو طارق اهم شيء ها طيب الفناجيل قرقع بها يا ابوه يلا بسم الله معك ولا بس فريق كلكم يا اخي لازم تكون الروح الرياضيه موجوده يا اخي لا 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 على طول يلا بسم الله رنوس 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 يا عين الغرى رنوس
يا عين الغرافي ضحكتا كل الحلا بعيونها كل الجمال غطت على كل الملا رنوا يا عين الغرافي ضحكتا كل الحلا بعيونها كل الجمال غطت على كل الملا يا زينها يا زينها لا تلهمت يا عينها يا زينها يا زينها لا تلهمت يا عينها فيها البراءة والدلال ولا السعادة وينها فيها البراءة والدلال ولا السعادة وينها رنوس 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 يا عين الغلا رنوس يا حلم البنات يا حلوها سكر نبات رنوس يا حلو البنات يا حلوها سكر نبات تمشي بخطوات الهنا تسعد حنين الأمنيات تمشي بخطوات الهنا تسعد حنين الأمنيات رنوس 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 يا عين الغلا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ياتي الرد مباشرة من ابو رماس يلا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا وجب الشكر علينا ما دعا لنا داعي يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا طالع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لنا داعي يا لا 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 أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا نروح لأبو سليمان يلا أبو سليمان عقري أبو سليمان على طول على طول مستمرون معك في برنامج الدلة والناسة والفلة إن شاء الله يا الشباب الزنجبيل يا شيخ بسم الله الله يحفظ تسمحوا لي بس أرجع شوي لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله صح تخيل أن الليالي من كلمات الشاعر علي الدهيم يا سلام اي نعم علي منسقنا ومبدعنا وتاج روسنا ما شاء الله اي نعم فيعني صراحه من العيب اني امر على النشيد هذا وما اعطيه يستاهل يستاهل وايضا من الحان اللي هو كمال ابراهيم انت تقول الحين ما شاء الله شيء بسيط شفت يا فاروق وذكروا اصحاب الفضل لمن له ربعك ذولي علة الباطنية من لا يشكر الناس لا يشكر لا يشكر لا يسرق الناس ولا لا يشكر بسلام هل في لا يسرق ولا لا بسم الله طيب هذه خلنا نشيلها مع الشباب يا لا 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 بس مو بعد لا 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 يا قمر يا قمر الله طيب. الله وانت تقول حزن حزن ان شاء الله الشباب راح يقول لا لا دائما القمر يصير يحب الانسان والناس تحب الاقمار كل طيب شرواكم طبعا شرواك الطيب الله يا قمر نور سمانا يا فرحنا يا هنانا ربي هالليلة أعطانا كل ما في نتمنى يا قمر نور سمانا يا سلام يا هنانا بهالليلة أعطانا كل ما في نتمنى لا يصير اليوم عادي خلوا هالفرحة تنادي صفقوا بأحلى أيادي يا فرح بكون غنى يا فرح بكون غنى يا قمر نور سمانا يا فرحنا يا هنانا ربي هالليلة أعطانا كل ما في نتمنى يا قمر نور سمانا يا فرحنا يا هنانا ربي الليل أعطانا كل
في نتمنى كل ما في نتمنى كل ما في نتمنى الأمور بالضبط حقتي ما بروح كفينا ووفينا بنمشي ماشي الحمد لله لا لا مشكلة فيك والله بنرجع لضفتنا وبنرجع لمبدعنا يعني أشياء حماسية وأشياء جميلة من مثل ما نشوف النشيد ونشوف الحماس بنشوف جهد جميل لأبو سعد مع أخواننا الأشقاء في سوريا وش برنامجكم وش طريقتكم عندكم مدرسة لكم هدف أن تدريبها الصغيرين وتعليمهم صحيح عطناها والله في أحد الأخوة الله يعطيها العافية الشيخ سمير علمان هو شيخ لبناني شاف هؤلاء الأطفال اللي يعني بالمئات مشردين خصوصا في شمال لبنان جميل. اللي على الحدود وكانوا يعني فعلا ينقصهم التعليم وكان حريص يعني كانت أعمارهم بعضهم 12 سنة 13 سنة لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة انت رحت بنفسك؟ هي كم مرة رحت؟ والله رحت كثير والله احنا على تردد دائم يعني جميل. وبتنسيق ايضا مع وهي منظمة المنظمة اللي معكم وش فيها حاجة تبعها؟ شلون؟ انتوا كنتوا رايحين قبل مع جهة ايه احنا كنا سابقا مع حملة ليان إيه؟ ثم بعد ذلك صرنا نروح الجهود الفردية وبعد التنسيق مع مثلا جمعية الخيرات الموجودة هناك أيضا نسقنا مع المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لمناصرة الأشقاء والآن يعني صدر قرار قبل تقريبا أسبوعين بتكفل يعني بعشرات الآلاف من الطلاب الموجودين في المدارس اللبنانية اي والله الله يعطيهم العافية وجهودهم جبارة هناك احنا يعني نراها بالعين يعني فأسس هذه المدرسة اللي كل من وقف أمامه قال يا أخو مجنون أنت ما في أمل هذه يبغى لها ميزانية هذه مدرسة هذه يبغى لك معلمين يبغى لك كذا لكن الحمد لله يعني تجاوزت المحنة الآن السنة الأولى والآن احنا كم عدد الدارسين فيها الآن الموجودين تقريبا ما يقارب 300 300 بعضهم داخلين أميين كلية الآن بعضهم يحفظون ما لا يقل عن يعني تقريبا جزئين ثلاثة أجزاء من القرآن مكانها في طرابلسي مكانها في شمال لبنان, شمال لبنان. على الحدود بين تقريبا سوريا ولبنان يعني شمال طرابلس جميل فلا زالت هذه المدرسه يعني قائمه وب يعني جهود يعني متواضعه من كثير من طموحكم وش اللي ودكم توصلوا له طموحنا الان والله وهو هذا المعروض لرجال الاعمال حقيقه يعني ايضا ان تنضم هذه المدرسه تحت اشراف الحمله الوطنيه جميل. السعوديه جميل. لمناصره الاشقاء في سوريا بأن يتكفل بها رجل أعمال يعني أي رجل أعمال عنده مال وفعلا يريد أن ينفق لكن يريد أن يذهب في المكان الصحيح فالحملة بعد ما تكلمنا مع المديرها التنفيذ الله يعطيهم العافية وقالوا بالعكس احنا ما عندنا أي مانع وإحنا مستعدين نشرف على هذه المدرسة ونشرف على أن المال يذهب في المكان المناسب لكن أي رجل أعمال هو مستعد أنتم مجموعة من المشاهير أنا بختصر لما بقى دقيقة ونص فراحوا امثال نواف التمياط وكان جوهم كوره ولا صديق صحيح انا ونواف التمياط واخونا العزيز محمد السعدون ومجموعه من الشباب اللي حقيقه جميل. يعني كانوا كل واحد له باع في يعني انت كانستغرامك تتواصل مع الناس كيف اتواصل انا عن طريق تويتر عن طريق الانستغرام ايضا ما يضر عنوانها او شيء اي بالعكس ابد انا موجود على تويتر A L Z O U M-A-N يعني لو تكتب الزومان لو تكتب الزومان فاروق الزومان بيض الله وجهك على جهدك حياكم الله رايت أن نختم العادة الحلقة كل واحد يعطينا بيت شعر أو حكمة أثرت فيه دائما نرددها فبنبدأ بأخونا معاذ جاهز أنا والله أو حكمة أو ودي أخيركم سم عشان أحيركم زين فيه نشيد صراحة عقب يعني سالفة بعد مراحل المستاذ فاروق في سوريا وزي كذا هذا نشيد وفي قصيدة من كتاباتي يعني أتوقع أنها كوقت في نهاية الحلقة يعني كلها حتى عطنا بيتين منها وثلاثة طيب أبشر بسم الله طبعا قصيدة إلقاء مو بإنشاد حتى أقول هاج الحنين ولاحت الأشواق وتدفق الدمع السكيب يراق والآه يدمي ذا الفؤاد بقسوة أتراه يدري فالعذاب شناق لفح من الذكرى غشانا فجأة فتمايلت في صمتنا الأعناق هو مجرم فعل المصائب خلسة فتبعثرت بحضوره الأوراق هو باللظى يرمي ويكوي دائما والحر في تلك القلوب شقاق أو تدرون أو تعلمون من الذي أرمي له أم لم تذوقوا مثل من قد ذاقوا
هو فوق وصفي يا كرام نجاتة ويفوق أيضا كل من قد فاقوا، هو ذلك الألم الكبير وغصتي، هو باختصار دمعة وفراق. يا سلام سلام يا سلام. أهنيك القاء وشعر ونشيد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. سلمان وصلت؟ وصلت تقريبا، طبعا هي مرثية منشدة لي طبعا اليوتيوب موجودة تقريبا قبل يمكن 3 سنين عن حال الجعيتني الله يرحمهم ومشعل الزايدي. في أول شطر هو اللي شدني اللي هو أول اللي أذكره أنا، بس لأني ناسي يقولك الله على الدنيا بهالناس مقفين. هذا هو اللي شدني. عيد البيت الله يا الله على الدنيا بهالناس مقفين. يا سلام بيض الله وجهك. أخونا وحبيبنا والله ما عدينا لها. أنا دائما نختم بحكمة بكلمة بشغلة خفيفة. إلا أنه لابد يعني الواحد أصلا فيه شيء دائم يطري على البال ما يقولون. فهذا من الأشياء اللي نتعلمها إن شاء الله. لكن نصيحة لكل إنسان أنه لا تعيش الأماني وابدأ. يا سلام. يعني لا تعيش أمنياتك وابدأ وتقعد ميت مكانك ابدأ. جميل. عبد المجيد ما تريد. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. يا سلام عامل الناس. جميل. ما شاء الله اللي قالوا الابتسامة في وجه أخيك صدقة. يا سلام يا سلام. وانت وجهك ما شاء الله مبتسم. ما شاء الله عليك حبيبنا. انت لاقي هالدفة لاقي ساعتها الصدر والله ناشينا اليوم. لا قلت لنا خبز العراق وكلتها نصف الله يرضى عليك. والتمر ما جانا ولا شيء. التمر جاهز يا شيخ. ما شيء يا شيخ الله يا شيخ. بعد نهاية الحلقة عطنا حكمة تنطبق على كلامك. والله يا شيخ انا يعني ماني قايل عن، ولكن انا بما اني انا يعني عن التعليم اقول قل للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. يا سلام. الله بنرجع لك سلمان خابك تقول في بيت. لا في حكمة هي شدتني دائما دائما إذا كان عندي هدف معين دائما تشدني هذا الحكمة. يقول لك الفشل بداية كل نجاح. يا سلام. وفي بعد بالقصيم عندنا نسميها بداية الخطح بيان مشهورة هي نعم. بداية الخطح بيان. فمن كان عنده هدف ما يوقف ولا حتى إذا فشل أول مرة يعني يحط يقين إنك بعدين راح تنجح إن شاء الله. أستاذ فاروق أنت شفت هالشباب شفت هالحماس ما شاء الله مبتسم طول الوقت ما شاء الله مبسوط مروي الشباب ولا أنا أنت إذا شوف شوف الشباب العشاء 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 عندنا الليلة هي الربع عطنا والله أنا أقول يعني أختم بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام وأذكر فيه كل من يعني يمر بعقبات أو يخضع الفشل أو يمر بابتلاءات هالدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء فشكر كانت له خير، وإذا أصابته ضراء فصبر كانت له خير. يا سلام. فالخير في كل ما يحدث لك بتفاصيل الحياة. الله. يا سلام. أخونا وحبيبنا عبد الوهاب. الإمام الشافعي يقول دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادث لنازلة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. يا سلام. وأنا بقول النية مطية، اجعل لك نية في كل عمل تقوم به. سمعنا الشباب ما شاء الله سواء في الابتسامة في الجد في الاجتهاد في عدم الفشل. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وياكم ويجعل لنا النية الطيبة والذرية الصالحة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. مع السلامة. كمان إليك. مع فرحة والنفس منشرحة بالصوت والصورة في محتوى فرحة متعة مع فرحة والنفس منشرحة بالصوت